أهلا بكم متابعينا في لقاء خاص جديد. اليوم نتحدث عن العطلة الصيفية. هذا الصيف يبدو مختلفا، فالعطلة والإقبال عليها يبدو حذرا للغاية. الصيف الماضي في مثل هذا الوقت العام كان الأطفال في المسابح وفي المتنزهات وفي المخيمات الصيفية والرحلات وربما في سياحة إلى دول أخرى، لكن هذا الصيف وبسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا فالحذر يخيم، فلا يرسل كل الأهالي الأطفال إلى المسابح أو المخيمات والجمعات، وكل ما كنا نشهده يبدو مختلفا هذا العام. ولكن هذا لا يعني أن تختفي العطلة الصيفية والمتعة الخاصة بها. للحديث أكثر عن كيفية استثمار العطلة الصيفية داخل المنزل ينضم إلينا الآن عبر سكايب الدكتور محمد بشارات، الخبير والاستشاري في التنمية البشرية. أهلا بك دكتور محمد. يسعد أوقاتك وأوقات مستمعينكم الكرام بنتينا. يعني كيف نستغل هذه العطلة داخل المنزل؟ كيف تكون ممتعة ولا تشعرنا أن الصيف حقا مختلف هذا العام؟ لا، هو الصيف مختلف، يعني احنا حتى نكون صادقين مع انفسنا مع ابنائنا، هو صيف مختلف ولكن سيكون بطريقه مختلفه. والسؤال نعم. الاهم دائما الذي يعني والاسئله تتراكم بشكل كبير جدا استاذه بنتينا علي على موضوع ماذا نفعل مع ابنائنا، والسؤال الجواب الاسرع دائما بقول انه سنعيش صيف افتراضي في هذه الاثناء، بمعنى انه احنا بظل هذه الجائحه التي ما زالت مستمره وبظل اتخاذ اجراءات السلامه العامه بشكل ويعني هام جدا على أبنائنا، ستكون مختلفة هذه الجائحة عن كثير من السنوات الماضية لأبنائنا، خصوصا العطلة الصيفية بالعادة كما تفضلت الآباء والأمهات بيكونوا دائما بيخططوا قبل بوقت لإرسال أبنائهم إلى الأندية إلى المخيمات إلى كل ما يمتع أبنائهم، بحيث يكون لديهم تفريغ بعد ما يكون عام دراسي مرهق للأهالي وحتى للأبناء. لكن هذه السنة ستكون أمر مختلف لأنه سيأخذ الإنسان الحذر أكثر. ممكن احنا في واقعنا الفلسطيني الامور اسهل شوي من المحيط العربي بصراحه، يعني احنا الحمد لله بدنا نخرج بشكل متدرج، الحذر مطلوب جدا ولكن التخطيط سيكون مختلف، بمعنى انه اليوم سيكون حقيقه للواقع الافتراضي فرض علينا ان يكون موجود في داخل هذه العطله الصيفيه. ولما احكي واقع افتراضي بمعنى انه سيكون جزء من برنامجنا في العطله الصيفيه هو له علاقه ب التمتع والاستمتاع من خلال استخدام التكنولوجيا والتي لديها قدرة غير عادية على أن تغطي هذا الفراغ. نعم، سيشعر الأبناء في الملل، سيشعر الأبناء في يعني نوع من أنواع الزهق في لغتنا العاد بسيطة، ولكن اليوم مطلوب التخطيط أن يكون مختلف من الأهالي. إحنا بدنا نبحث عن الأندية المناسبة التي تتخذ سلامة عامة ولن تكون كما يريدها أبنائنا، يعني مخيمات صيفية ستكون قليلة أو محدودة أو قد تكون معدومة، الخروج بمخارج كشفية أو معسكرات تدريبية تكاد أن تكون معدومة، كل هذا سيتطلب من الأهل أن يتخذ البديل. هون البديل مطلوب منا أن نخطط بصراحة، والبحث سيكون أصعب على الأهل. إحنا كنا أصلاً عفواً نتصعب كل عام صيفي وين نرسل أولادنا، اليوم أنا بقول نعم ستزداد الأمور صعوبة على الآباء من حيث التخطيط والبحث بشكل أكثر وأفضل لأبنائنا، ولكن وجود العالم الافتراضي قد يساعد الأهل في توجيه أبنائهم للاستمتاع في هذا العالم الافتراضي، بمعنى أخذ الدورات عبر الإنترنت، وممكن هذه الدورات أن تساعدنا. وأنا اليوم صرت أشوف بعض المبادرات من بعض المؤسسات إنها ممكن أن تعطي نوع من أنواع التدريب المحدود واللي فيه تباعد واللي فيه جزء من إنه يحافظ على الوقاية والسلام العام وكمان الاستمتاع للأبناء. مشان هيك بيكون علينا العبء أكبر في اختيار المكان المناسب وإرسال أبنائنا على ما يعني يجعلهم مستمتعين. ما ستكون الأمور سهلة ككل صيف، ستكون فيها صعوبات، فيها تحديات كبيرة جدا، ولكن التخطيط الأفضل اللي بيسبرسوا الأهل والبحث عن المكان اللي بيتم أخذ الاحتياطات والسلام العام سيكون إن شاء الله أفضل ويسهل علينا. وأنا بحكيها بكل أمانة، وهذا ليس في كل المناطق وليس في كل المدن، يعني قد يكون بعض المبادرات من بعض الأندية أو المراكز موجودة مثلا في مدن مختلفة عن مدن أخرى، وكمان هذا بيزيد العبء على الأهل. منشان هيك أغلب الدراسات اللي بنقرأها أو حتى كل المختصين في هذا المجال بتحدثوا على أنه ستكون أو سيكون صيف مختلف عن كل السنوات الماضية من حيث كيف نستثمره بشكل ممتع لأبنائنا، سيكون العالم افتراضي هو اللي بيفرض نفسه علينا. نعم، إقناع العالم بفيروس كورونا حتى البالغين والشباب وكبار السن كان
صعب، وحتى الآن هناك ناس لا تؤمن بوجود الفيروس وتعتبره مؤامرة أو غير ذلك. كيف نقنع الأطفال بأن هناك فيروس خطير ولذلك لن يكون هناك مسابح، ربما لن يكون هناك مخيمات صيفية أو سفر؟ هو هنا التحدي الأكبر، وأنا أتفق معك تماما أنه جزء من الناس هي تعتبر أن الكورونا مؤامرة مش موجود، وأكيد هذا سينعكس على الأبناء في قضية حقيقة الموضوع، هل هو حقيقي أم أنه وهم. لكن أنا بقول ممكن الأبناء أسهل شوي بحيث أنهم يشوفوا أمامهم الحقائق، لأن أنا بالنهاية مطلوب مني مش بس بالإقناع لأبنائي، أنا أورجي الحقيقة، بمعنى أنا ممكن أخذه على النادي أو على المركز أورجيه أنه هذا النادي والمركز مغلق بسبب جائحة الكورونا. مش فقط الإقناع بالكلام، لأنه أبنائنا يريدوا أن يروا بأبصارهم، ودائما أبنائنا بيحبوا يتحققوا وعندهم فضول. فالموضوع مش فقط بدي أعطي تعليمات وأوامر، وهي نقطة كتير مهمة للأهل، يعني الموضوع مش إجبار، وأنا بعرف حرص الأهل على أبنائهم، لكن هذا الحرص بده يكون كمان بتطبيق واقعي. وممكن أصطحب معي ابني وبنتي وولادي وأقول لهم تعالوا هاي نروح مع بعض ندور على أندية، ندور على مكان، ولما يشوفوا أنه في نوع من الحذر أو في بعض الأندية كما تفضلت ممكن تكون مغلقة أو لسه مش متاحة، فبكون الإقناع بنسميه الإقناع بالمواجهة أو الإقناع بالحقيقة اللي أمام الطفل. هذا ممكن تسهل عليه أفضل، مشان هيك مش مطلوب مني أني أكون أغلق الأبواب في وجه أبني، لا، أنا دائما بدي أعطي خيارات، فبحاول أعطي الخيارات الأخرى اللي زي ما حكينا الخيارات الافتراضية، ممكن من خلال التكنولوجيا أو من خلال المشاركة في دورات تدريبية سواء كانت في البرمجة أو في الإلقاء أو في الرسم أو في الخط، وهذه اليوم بدأت يعني يتم تقديمها من خلال الواقع الافتراضي ومن خلال مواقع الإنترنت ومن خلال المراكز اللي تحولت للتدريب الإلكتروني. هذا لا يكفي لوحده، ممكن أصير أنا أدور على بدائل مع ابني وأكون شريك بصراحة مع ابني في إشغاله، وإني أكون مشارك معه في تفريغ عن نفسه. بعرف أنه الملل شديد على الأبناء، وأولادنا أصلاً أكثر كلمة حافظينها زهقان ومليت وخلاص وبكفي، إذا بروح على لعبة بزهق، فما بالنا اليوم راح يضطر يكون موجود في البيت، وراح يضطر يكون أنه الأندية أو المراكز اللي بروح عليها هي مراكز قليلة أو تكاد تكون غير موجودة. فمنشان هيك أنا بدي أوجد له البديل، بدي أقنعه بالحقيقة، بدي أخليه يشارك في التواصل معي وفي اقتراح الأفكار اللي ممكن تساعدنا للخروج من الجائحة. وكمان هون بستفيد إني أنا بخليه يكون شريك في اتخاذ القرار. أنا بحكي بكل أمان الأمر ليس سهلا، بحتاج إلى تحدي كبير جدا من الأهل، وهون بحتاج من الأهل أن يكون عندهم الصبر والتفهم لأبنائهم، لأنه في النهاية هذا ابن يبحث عن متعة ويبحث عن ترفيه ويبحث عن استمتاع ويبحث عن أنه بده ينبسط، وأنه كان أصلا محجور 3 شهور، فالأمر ليس سهلا. كل هذا المتراكم على الآباء من خلال أبنائهم بيحتاج منا أن نكون على قدر من المسؤولية، قدر من التفاهم، وإيجاد البدائل المناسب في ظل هذه الجائحة اللي موجودة على مستوى عالمنا العربي وعلى مستوى العالم ككل. ممكن كما قلت فلسطين أقل، يعني اليوم إحنا الحمد لله في انفتاح متدرج، في بعض الأندية بدأت تبلش تفتح وإن كان فيها تباعد، فيها حرص على السلام العامة، لكن لن تكون بالوقت المناسب. إضافة عفوا لموضوع التكلفة، لأنه في النهاية قد يكون من أكبر المعيقات على الأهالي إنه ما عنده قدرة على دفع تكلفة هذه الأندية، لأنه إذا بده يعمل في تباعد معناته بده تزيد التكلفة، وهذا كمان من التحديات اللي راح يواجهوها الأهل. فهون بصير إني بدي أبحث عن بدائل وأخلي ابني شريك في إيجاد هاي البدائل، وأكون صريح معه بصراحة، ما أخفي عن ابني هاي المعلومات، لأنه جزء من التربية والواعية أن يكون ابني شريك في الحدث والواقع اللي موجود فيه، ما أخلي عايش في عالمه الخاص، لا، بده يكون في عالم واقعي يشارك فيه على الأرض من خلال تواصله وتفاعله، من خلال مشاهداته، من خلال كمان شراكته في الواقع اللي ممكن يمر فيه الأهل، سواء كان ظروف اقتصادية أو جائحة كورونا اللي موجودة واتخاذنا للسلام العام في كل مواقعنا ومراكزنا. نعم، يعني خلال فترة الحجر المنزلي يعني رأينا أن الكثير توجهوا للعالم الافتراضي سواء بالأفلام أو الألعاب أو غير ذلك. الأمر ربما يبدو أخطر قليلا إذا ما دخل الأطفال هذا العالم دون رقابة الأهالي أو حتى قضوا وقت أكبر، يعني يصبح هذا الأمر سلاح ذو حدين. كيف يمكن للأهل أو الكبار المحيطين بأن يتحكموا في عدم أن يحدث إدمان للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ربما أو حتى للإنترنت؟ أحسنتي، هو أكبر تحدي، هذا هو التحدي. الآن إحنا لما نتحدث عن العالم الافتراضي ونتحدث التعليم بالبعد، لا نقصد، وهي نقطة مهمة جدا وبشكرك عليها، لا نقصد توجيه أبنائنا على الألعاب المدمرة أو الألعاب الإلكترونية، خصوصا لما نحكي عن الببجي وغيرها وشاكلاتها من الألعاب، لا، إحنا أصلا ضد الإدمان، لكن إحنا نتحدث عن بدائل، وهون دور الأهل في رقابتهم، بمعنى إني أنا ممكن أشرك ابني مع مراكز
تعليم عن بعد، مراكز تصنع ترفيها، تصنع متعة، تصنع تدريبا، تقدم متعة وتقدم تفاعل لأبنائي. زي ما حكينا ممكن بالإلقاء، ممكن حتى التعليم بالموسيقى، ممكن التعليم للخط، ممكن تعليم اللغة أو لغات أخرى. وهذا اللي أنا بتحدث عنه في عالم الافتراض، وحتى يكون الناس واضحين إني أنا بدي أوجه ابني لهذه المراكز أو لهذه المؤسسات التي تعلم عن بعد أو تقدم الاستمتاع عن بعد من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة. فبدي أكون فاهم ومدرك كأب أو كأم إنه أنا ليس المطلوب مني أن أتركه على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى أتركه على الإنترنت أو الألعاب، لا، لأنه إحنا أصلاً ضد هاي الألعاب، لكن إحنا مع إنه يكون في دورات في البرمجة، دورات في الخط، دورات في التفاعل، في التواصل، وهذا جزء من فهمنا ووعينا كأباء وأمهات، لأنه رقابة الأهل مهمة جداً فانتينا، لأنه أنا دائماً بتغيب الرقابة بصراحة، الإبن في النهاية وعيه سيكون أقل من وعي الأهل، أو إدراكه سيكون أقل، وهو سيكون في بعض الأحيان ضحية لهاي المواقع أو لهاي حتى الألعاب الإلكترونية. أنا مش مقصودنا إحنا كمختصين إن نوجه الأبناء للألعاب الإلكترونية بقدر ما نوجههم للاستمتاع والاستفادة من أوقاتهم من خلال المراقبة والمتابعة والخيار أو الاختيار مع بعض. يعني أنا أكون صاحب خيار لابني واختيار كمان لهاي المراكز، لأن في النهاية لما أنا أوجهه لمراكز فاعلة أنا بستطيع أني أؤكد إنه قدرة ابني على اتخاذ تلك المراكز بشكل نوع من الوعي والفهم، وكمان بيخليني كمان مراقب له. لا يمكن أن تغيب الرقابة الآن عن أبنائنا، يعني إحنا نقطة كتير مهمة للآباء والأمهات. مش مطلوب منك اليوم تغيب إنه خلاص والله أنا بحطه على هالإنترنت وخلاص وبريحني، ما هو ملهي الإبن، ما هو بشوف الألعاب وبجيب له لعبتين ثلاثة وخلاص، أو هذا خطر شديد. إحنا المقصود فينا في العالم الافتراضي هي المراكز أو المؤسسات أو الجهات التي تقدم تدريب أو استمتاع أو متعة مراقبة، وبدنا نعرف حتى المحتوى اللي بتقدمه، لأنه كمان المحتوى سينعكس على بناء شخصية أبنائنا. لأنه إحنا نعرف واحدة من أهم التحديات ممكن مرات يكون عندي أولادنا نوع من يعني الانطوائية، وأنا ما بدي يكون منطوي. إحنا ثلاث شهور وهو في البيت منكفئ على ذاته، كنا نحكي عن هاي المخاطر، فما بالنا أن ألقيناه كمان مرة أمام هاي الألعاب اللي ممكن تسرقه وتسرق وقته وتسرق نهمه وتسرق شغفه. لا، إحنا بدنا نكون مراقبين ومتابعين ونحسن الاختيار معا. أنا بدي يكون في شراكة ما بينه وما بين ابني في اختياره للموقع الأفضل له، وأنا ما عندي مشكلة إنه أعمل له خيارات كثيرة. يعني والعالم الافتراضي مليان خيارات على فكرة، مش خيارات محدودة، وهذا جزء نعم. من إنه كمان يخليه أستمتع بشكل أفضل. يعني هذه كانت نصائح مهمة للأهل وكيفية أن يجعلوا هذا الصيف المختلف، هذا العام مختلفا بطريقة إيجابية وممتعا للأطفال. شكرا لك دكتور محمد بشارات، الخبير والاستشاري في التنمية البشرية. شكرا لكم متابعينا، نلتقي بكم في لقاء خاص آخر. إلى اللقاء.